المحلية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع أعضاء ومحبين قناة جوكمينيك تي في، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة. ألوغ هذه الحصة هذه لفائدة تلاميذ السنة السادسة بعد مناسبة، أتمنى لهم إن شاء الله النجاح والتوفيق في الامتحانات المحلية التي سوف تجرى لاحقا في الأسبوع المقبل. إذن سوف نتعرف الآن على الأعداد الكسرية، خصوص توحيد مقامين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية، وكذلك تسيب أعداد كسرية. لأن توحيد مقامين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية ثم تساوي بين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية. إذن لاحظوا جيدا، سوف نبدأ العمل الآن بتقديم بعض الأمثلة للفهم والاستيعاب. إذن أولا خاصكم تلاحظوا الطريقة كيفية توحيد مقامين عددين كسريين أو عدة أعداد كسرية. ننطلق أولا بعددين كسريين، كيف هذا المثال 5 2 و 3 7. تلاحظوا جيدا هناك العددين التاليين 2 و7. 2 و7، 7 ليست من مضاعفات العدد 2، و2 ليست من قواسم العدد 7، إذن مختلفين. إذن في الحالة التالية كيفية توحيد مقامين نخضع الشكل التالي: نقوم بضرب المقامين 2 في 7، نقوم بضرب المقامين، ثم نقوم بضرب البسط مع المقام الكسر الموالي، ثم العكس. هذه هي الطريقة الأولى عندما يكون هناك عدد أو يكون هناك مقامين مختلفين، معناه أن العدد 7 ليس من مضاعفات العدد 2، و2 ليس من قواسم العدد 7. إذا لاحظتم أن العدد 7 ليست من مضاعفات رقم 2، و2 ليس قاسما للعدد 7. إذن هناك عددين أو هناك مقامين مختلفين. كيفية الحصول على مقام موحد لهذين العددين الكسريين هي الطريقة التالية: نضرب المقامين، ثم نقوم بضرب البسط الأول مع المقام العدد الكسري الثاني، ثم العكس، البسط الثاني مع مقام الكسر الأول. إذن هذه هي الطريقة الأولى عندما يكون، إذا لاحظوا جيدا، إذا يكون مقامين مختلفين، أي العدد كيف هذا المثال، أي العدد 7 ليس من مضاعفات رقم 2، و2 ليس قاسما العدد 7. إذا لاحظتم ذلك فهمتم. إذن طريقة سهلة للغاية. إذن نقوم بكتابة 5 على 2، لاحظوا جيدا، تساوي، نقوم بتسطير 5 على 2 في، ثم نستنتج هنا المقام المشترك. إذن ما هو العدد الذي سوف نضعه هنا وهنا؟ نفس العدد الذي نضعه في المقام هو نفس العدد الذي نضعه في البسط. إذن هو العدد 7. لماذا اخترنا العدد 7؟ لأن 7 أصلا مقام العدد الكسري الثاني، وهذا العددين الكسريين مقامين عدد كسريين ليست لهما علاقة، أي 7 ليس من مضاعفات رقم 2، و2 ليس قاسم العدد 7. إذن 2 في 7 يساوي 14، إذن المقام الواحد هو 14، و5 في 7 يساوي 35. إذن ننطلق في توحيد المقام الثاني. إذن هذه الطريقة هي طريقة سهلة جدا لكي تقوم بتوحيد مقامين عدد كسرين عندما يكون هناك مقامين مختلفين. إذن نضع 3 في 7
ثلاثة على سبعة، ثم نقوم بضرب سبعة في اثنين، ثم ثلاثة في اثنين، ثم نحصل على عدد كسري جديد هو العدد 14. لاحظوا جيدا، عملية سهلة جدا، عملية سهلة جدا، ما عليكم غير تذكروا هذه القاعدة. إذن عندما سوف أذكركم، إذن هذه هي الطريقة الأولى أو الحالة الأولى، عندما يكون هناك مقامين عددين كسريين مختلفين، أي ليست لهما علاقة، مثال سبعة ليس من مضاعفات رقم اثنان، واثنان ليس قاسم العدد سبعة، نقوم بضرب المقامين، اثنان في سبعة، سبعة في اثنان، نقوم بضرب المقامين ثم نضع علامة هنا، إذن خمسة مضروبة في سبعة، إذن البسط الأول في مقام البسط في مقام العدد الكسري الثاني، ثم البسط الثاني في مقام العدد الكسري الأول. هكذا سوف نحصل على توحيد مقامين عددين كسريين بشكل بسيط جدا وبشكل سهل جدا. فوالا، إذن ننتقل إلى الحالة الثانية، عندما يكون هناك العكس، مثال مثلا 17، دي الحالة الثانية، 17 على 24 و 65 على 4، هذه هي الحالة الثانية. إذن كيف نحصل على توحيد مقامين، كيف نحصل على مقام موحد في هذه الحالة، وكيف التوحيد مقامين في هذه الحالة؟ اتبعوا الطريقة التالية. سويبا بيغ موزي بوبلي. إذن هناك 24 و4، نلاحظ أن العدد 24 من مضاعفات العدد 4، لماذا؟ لأن 4 في 6 يساوي 24، إذن 24 هي من مضاعفات العدد 4، و 4 قاسم العدد 24، قاسم لماذا؟ لأن 24 مقسوم على 4 يعطينا 6، إذن هناك علاقة بين هاد العددين، بين هاد المقامين العددين الكسريين، إذن سوف نختار أكبرهما، 4 أصغر من 24، إذن اختيار الصائب هو 24، إذن 24 هو المقام الموحد، لماذا؟ لأنه أكبر مقام، لأنه أكبر مقام. لاحظوا جيدا، نحتفظ دائما ب 17 على 24 تساوي 17 24، يصير مضروبة في واحد، العدد الكسري لم يتغير. إذا اخترنا دائما العدد، إذا اخترنا مقام العدد الأكبر، إذا العدد الكسري لا يتغير، إذا 17 على 24 إذا العدد لا يتغير، إذا العدد الكسري لا يتغير. إذن نتساءل، نضع 65 في 4 على 4، ثم 65 من 4 هنا في. إذن نتساءل، ما هو العدد الذي نضربه في 4 يعطينا 24؟ هو العدد 6، إذا نرى هنا 6، لماذا اخترنا 6؟ لأن 4 في 6 يساوي 24، إذا نفس العدد نضربه في البسط، نفس العدد نضربه في البسط، إذا 24 هو المقام الموحد، ثم نقوم بالعملية، 65 في 6، 6 في 5 36، 6 في 6 36، 37 38 39، إذا 6 في 5 36، 6 في 6 36، 3 يساوي 39، إذا 390. إذا لقد قمنا بشرح الحالة الأولى، عندما يكون هناك
مقامين عددين كسرين مختلفين، نقوم بضرب مقامين ثم نقوم بضرب البسط الأول مع المقام العدد الكسري الثاني ثم البسط الثاني في مقام العدد الكسري الأول، نحصل على عددين كسريين ذو مقامين موحدة. ثم كذلك عندما يكون هناك 24 أربعة، إذا هناك علاقة بين مقامين أي من مضاعفات ومن القواسم، نقوم باختيار المقام الأكبر. لماذا اختارنا رقم 24؟ لا، المقام أكبر، 24 أكبر من 4. إذا نحتفظ دائما بالبسط 17 24، لا نغير البسط. ثم نتساءل 4 في ماذا قمنا بضربها لكي نحصل على 24 في 6. إذا نفس العدد قمنا بضربه في البسط. هذه هي الطريقة الثانية يجب عليكم استيعابها في الامتحان الموحد المحلي عندما يطلب منكم توحيد مقامين عددين كسريين وتجدون أن هناك علاقة بين مقامين أي 24 من مضاعفات رقم 4 و 4 من مضاعفات من قواسم العدد 24 كمثال. إذا لاحظوا جيدا يجب عليكم أن تستوعبوا جيدا هذه الحالة الثانية لكي تحصلوا على نقطة إيجابية في مادة الرياضيات. ننتقل الآن إلى الحالة الثالثة من توحيد مقامين عددين كسريين. ممكن أن تطرح في الامتحان المحلي لمادة الرياضيات. انتبهوا جيدا، لدينا 128 والعدد 5 على 8. كيفية توحيد هذين العددين؟ نلاحظ أن 128 عدد صحيح طبيعي و 5 على 8 عدد كسري. إذن كيف نتعامل مع هذه الوضعية؟ هل لديكم حل؟ إذن سوف نقوم بجعل هذه 128 على شكل عدد كسري أي مقسومة على 1، ونعلم أيضا أن أي عدد كيف ما كان إذا من بين القواسم ديالو العدد 1، إذا 1 هو القاسم الأول، إذا أي عدد كيف ما كان، إذا 8 من مضاعفات رقم 1، 8 في 1 تساوي 8. إذا سوف نختار آسف سوف نختار المقام ذو أكبر، المقام الأكبر هو 8. إذا لماذا اخترنا العدد 8؟ لأن بديهي هو أكبر مقام موجود هنا. إذا نتبع كيف ما شرحنا في الخطوة الثانية أو في الحالة الثانية. إذا سوف نختار 5 على 8، إذا بدون أي تغيير 5 على 8 في 1 و1 يساوي 5 على 8. إذا المقام 1 هو 8، ثم 128 مضروبة في عدد 8، ضروري بأنها تكون عدد 8. الواحد في 8 كذلك، المقام الواحد هو 8، هي أول 28 في 8 نقوم بحسابها. لاحظوا جيدا، 8 في 8 يساوي 64، 8 في 2 يساوي 16، ثم 6 تساوي 22، 8 في 1 تساوي 8، 10 من 1024. إذن الحالة الأولى كيف ما شرح لكم، ممكن أن تجدون عددين كسريين بهذا الشكل، مقامين مختلفين. إذن الطريقة هي أنكم تقوم بضرب المقامين 2 في 7 سفة في 2 في بعضيهم، ثم تقوم بضرب البسط الأول في مقام العدد الكسري الثاني، ثم البسط العدد الكسري الثاني في مقام العدد الكسري الأول. هكذا تحصلون على عددين كسريين لديهما
bien sûr, مقامين موحدة. ثم الحالة الثانية، ممكن أن تجدون في الامتحان المحلي لمادة الرياضيات عددين كسريين كيف هذا المثال، لأن هناك عددين هناك مقامين لديهما علاقة، إذن أربعة من قواسم العدد 24 و24 من مضاعفات الرقم 4، إذن نختار دائما المقام الأكبر 24 24، ثم نقوم بإجراء هذه العملية، ثم نفكر ما هو العدد الذي نضربه في 24 يعطينا، نضربه في العدد يعطينا رقم 24 وهو العدد 6، نفس العدد نضربه هنا. إذن هذه ملاحظة يجب عليكم أن تفهموها جيدا، نفس العدد في البسط نفس العدد في المقام، لكي تحصلون عدد كسري جديد موحد مع عدد كسري السابق 17 على 24 موحد مع 93 على 24، يمكنكم القيام بالمقارنة إلى آخره. إذن توحيد المقامين يسهل المقارنة بين عددين كسريين، لاحقا سوف تقوم بفعل ذلك. إذن لكي تحصلوا على مقارنة عددين كسريين، من هو أكبر ما هو أصغر، يجب عليكم أن توحدوا المقامات لكي تلاحظوا ذلك. إذن في الحالة الثالثة، ممكن أن تجدون في الامتحان الموحد على الشكل التالي، فكما 128 كعدد صحيح طبيعي هو 5 على 8، إذن يجب عليكم وضع واحد هنا، واحد من قواسم العدد 8 و8 من مضاعفات العدد 1، إذا اختار الأكبر 8، إذا لا يتغير هذا المقام، لا يتغير هذا العدد الكسري 5 على 8 يبقى كيف ما هو، ثم نضرب هنا 8، 8 في 1 828، إذا نفس العدد في البسط كيف ما هو في المقام، نحصل على العدد 24. ننتقل الآن إلى توحيد عدة أعداد كسرية، ونادرا ما تطرح هذا الشكل في الامتحان الموحد المحلي، ولكن يجب أن نفهم جيدا كيفية توحيد أعداد أو عدة أعداد كسرية. لاحظوا جيدا، هنا سوف نختار ثلاث أعداد كسرية مختلفة، مثلا 12 4 ثم 24. هنا نضع 5، هنا نضع 7، وهنا نضع 9. إذن نادرا ما تعطى هذا السؤال، ويطلب منكم توحيد عدة أعداد، توحيد عدة أعداد كسرية نادرا. أنا في هذه الحياة كيفية توحيد عدة أعداد كسرية، ما هي الطريقة؟ نقوم بقراءة الأعداد 5 على 12 ثم 7 على 4 ثم 9 على 24، ثم نقوم بتركيز على المقام، كل عدد 12 ثم 4 ثم 24. إذن نجد أن هناك علاقة موجودة بين ثلاث أعداد كسرية أو ثلاث مقامات لأعداد كسرية 12 4 و 24. إذن نجد أن 4 قاسم لعدد 12 ثم قاسم لعدد 24،
و24 من مضاعفة رقم 4 و12 كذلك من مضاعفة 4 و12 كذلك من مضاعفة 24 بضو 12 قاسم العدد 24 24 من مضاعفة رقم 12. إذن سوف أعيد. إذن نجد أن هناك 24 من مضاعفات العدد 4 و12، ثم نجد أن 12 من مضاعفات العدد 4 وقاسم للعدد 24، ثم نجد أن 4 قاسم للعددين التاليين 12 ثم 24. إذن كيفية توحيد مقامين، توحيد عدة مقام عدة أعداد كسرية بالشكل التالي. إذن سوف نختار أكبر مقام مشترك، هو العدد 24. لماذا اخترنا رقم 24؟ لأن أكبر من 4 أكبر من 12. إذن نحتفظ به ثم العدد الثاني 7 على 4 في ثم نقوم بسؤال: ما هو العدد الذي نضربه في العدد 4 لكي نحصل على 24؟ هو العدد 6. إذن نفس العدد، لاحظوا جيدا أيها التلاميذ، نفس العدد الذي ضربناه في المقام نضربه في البسط لكي نحصل على التساوي. هنا 24 7 في 6 2 و 4. نجد الضرب خصكم ديجا حافظينه مزيان. إذا هنا لدينا 5 على 16، 5 على 12، نكتب 5 على 12 في إذا كان نحصل 24 نضع 2، 24 هنا ثم 10. إذا 10 على 24 2 و 24 9 و 24 هما أعداد كسرية موحدة. إذن يجب عليكم أن تفهموا جيدا، أن تركزوا على المقامات الأعداد الكسرية وتلاحظ هل هناك علاقة مضاعفات وقواسم. هل 4 قاسم العدد 24؟ هل هو قاسم العدد 12؟ نعم. هل 12 من مضاعفات رقم 4 وقاسم العدد 24؟ نعم. 24 من مضاعفات رقم 4 وكذلك 12. إذن هو اللي غادي نختاره، إذن هو أكبر مقام هو اللي نختاره. إذن 24 24 24 ما نقوم بضرب نفس العدد في المقام نفس العدد في البسط. يجب عليكم أن تستوعبوا جيدا هذه الطريقة، ولكن نادرا ما تطرح هذا السؤال في الامتحان الموحد المحلي، نادرا لصعوبته على التلاميذ. الآن سوف نقدم لكم بعض الأمثلة حول تساوي عددين أو عدة أعداد كسرية. لدينا 4 على 5 تساوي هنا فراغ، 20 هنا فراغ تساوي 180 هنا فراغ. إذا المطلوب منكم ملء هذه الأماكن الفارغة. إذا 4 على 5 تساوي 20 على ماذا؟ تساوي 180 على ماذا؟ إذن هذا هو ما يسمى بتساوي عددين أو عدة أعداد كسرية. ننتقل في الحالة الأولى، 4 على 5 تساوي 20. إذن هناك طريقة سهلة للاستيعاب. إذن 20 لدينا هنا 4، إذن هناك علاقة بين 4 و 20. إذن 4 قاسم العدد 20، ولكن 20 من مضاعفات رقم 4، ولكن ما هو العدد؟ هو العدد 5.
لنفس العدد، هذا هو الحل، لنفس العدد سوف نقوم بضربه هنا. إذا 4 في 5 يساوي 20، إذا 5 في 5 يساوي 25. ثم نتساءل ما العلاقة بين 4 و280؟ لدينا هنا صفر يجب علينا حذفه لكي نستوعب أكثر. إذن 28 من مضاعفات رقم 4، و4 قاسم العدد 28. نتساءل ما هو العدد الذي قمنا بضربه في رقم 4 لكي يصبح العدد 28، وما هو العدد القاسم لعدد 28 لكي نحصل على رقم 4؟ هو 7. إذا نفس المسألة نقوم بضربه في 7 تساوي 35، ثم نضيف الصفر الذي حذفناه هنا نضيفه. إذا هذه الطريقة شرحت لكم دابا الطريقة ديال التساوي بين عددين كسرين. إذا طرح هذا السؤال هذا في الامتحان المحلي كيف تستطيعون إجابته؟ يجب إيجاد العلاقة ما بين هاد الباسطين مثلا. إذن 4 مضروب في 25، إذن نفس العدد يجب ضربه في المقام، هذا هو الحل الوحيد. 5 في 5 يساوي 25، نفس الطريقة. إذن 4 في 70 مثلا يساوي 180، إذن 5 في 70 مثلا يساوي 305، وهكذا. إذن يجب عليكم أن تفهموا جيدا هذه الطريقة ديال تساوي عددين أو عدة أعداد كسرية. إذن شرحت لكم كمثال لذلك. إذن في الوقت ديال الامتحان المحلي سوف تجدون أعداد كسرية أخرى، ولكن دائما حافظوا على هذا الطريق، على هذه الطريقة السليمة لكي تحصلوا على نقاط إيجابية، نقاط جيدة في امتحان المحلي. مفهوم؟ جيد.